ما قالت لي بلا مشروبات بلا غدا بلا والو كيتسناو شويه الحاله عاد غادي يعطشوا غيجوعوا بيان سور. انا جيت مع شي ثلاثه الناس راه تقريبا من 11 الصباح وما كيتسناو. كاينين الناس جاوا من جديده من مراكش من محمديه وحسيده من فاس، يعني الناس جايين من مدن بعيده باش يحضروا هذا الحفل. ساعه ما مكتبش نحضروا هذا الفنان الحاجي من ما مكتبش باش نشوفوه. دابا انتم ما ردوا لكم لا فلوسكم والو، ما تغدينا ما رجعوا لينا فلوسنا ما حتى شي حاجه. وحاجي طلع على صين شنو قال؟ لا قال لك ما حنا ما شوش، انا جيت شويه متاخره، الناس اللي كانوا قبل مني قال لك راه طلع واعتذر لهم، هادشي اللي سمعنا. اعتذر وقت حنا الفنان الحاجي جينا على قبله، حنا كان من المعجبين تاع الفنان الحاجي. جينا على قبلنا باش نتفرجوا فيه بيان سير. يعني اللي مشتو باش تعرضتوا لعمليه ديالنا؟ طيب بيان سير تعرضنا لعمليه نصب. انا ملقى ما بغاش يتكومينيكي معنا، ما بغاش يجلس معنا ويتحاور معنا شنو المشكل. السيد اللي كتقطع التيكي هربات بيان سير غيكون عملية تقريبا توتال الناس تقريبا شي 800 بيرسون، شي عدد 800 شخص تقريبا. شحال عدد ديال الفلوس تقريبا اللي غادي تقريبا واحد ما بين 17 18 مليون اكزاكت. 17 18 تقريبا. كنتوا موقفكم بحال انا قفي لي حالة 18 مليون باش يديها هو في نهار واحد ويخلي الناس هكا، حشومة عليه حرام عليه. حنا ما يهمناش فلوس، حنا نخلصوا على روسنا، حنا ما يهمناش فلوس. تقريبا خلصوا لي بيرسون. حنا كاين في اي بي 400 درهم وكاين العادي 200 درهم 200 درهم. صحاب 200 درهم شنو بالضبط واش صحاب؟ الفي اي بي شويه بلاصه مزيانه والفي اي بي شويه قريبه، ولكن الا دخلتي لاصال تلقى كلشي بحال بحال تقريبا، ما كاينش شي فرق. كانوا قالوا انهم غيعطوا الناس على الاقل يتحشاو ولا كذا. ما كاين، ما عرفتش انا باقي، انا حاليا باقي خارج القاعه ما عرفتش واش في الداخل عطاهم ولا لا. رسم الرساله ديك اليوم الرساله كان غير القاعات انا يتعداو على الناس وما ينصبوش على الناس، ان اي واحد عنده قاعه انه يلتزم بالنظام، يلتزم يكون مرخص ياخذ رخصه، انه يحترم القوانين، وخاصو يكون عبره بالنسبه لهذا، خاصو يديروا معاه شي حل، خاصو يتعاقب، خاصو يديروا شي فصل على الناس اللي كياخذوا فلوس تاع الناس. هذه اش كانت قاله؟ هذه كانت قاله غير نساء 100% بدون رجال، ممنوع التصوير غير نساء مع بعضهم. شكون حبسكم؟ حنا حبسنا هو من القاعه، عندنا قال الناس اللي خدامين المكلفين يا علي نوضوا صوروا بحالكم هادشي اللي كاين. كيفاش مول القاعه وافق انه في الاول يخدم هذا الحفل هذا وينسق مع الناس المسؤولين على القاله، وفي التالي كيتم كي الغاء هذا؟ ما عرفتش، يمكن انا قلت وقيله يمكن عارف راسو ما كاين والو، ما عرفتش انا سي با هذا ما نقدرش نجاوبك عليه، قاش ما عرفتش انا شنو مستري كيفاش كيخدموا هاد مول القاعات، ما عرفتش شنو داير، واش بصح نيت شي مشكل معاه ولا ما عرفت جو نسي با في هذا السؤال، ما عرفتش شنو كيفاش كيخمم هاد مول القاعه. اللي وقع هو ان انا جيت بغيت نهز غير واحد السيده من هنايا، حتى كنتفاجئ ان الناس كتهجم عليا كيقول لك اجي عطينا رزقنا هذا، كنقول لهم اودي انا راه لا علاقه ليا بهذا الشيء، انا راه جيت غير باش نهز السيده من هنايا، هذا هو اللي كاين، انا ما عنديش علاقه بها، ما عندي حتى شي حاجه، لان انا ملونسي واحد الكالا ديالي وما كيصحبوه هي هذه، قلت لهم انا ما عندي حتى شي علاقه بها بتاتا، ولكن الناس مخلصه خاصها يا اما تنشط ولا تاكل وتشرب او يرجعوا لها فلوسها. هي 100% عيالات، 100% عيالات، ولكن السربايه اش كيديروا تما الرجاله؟ هذا هو اللي ما هذا الشيء ما كيبغيش يدخل لدماغي انا. شنو هو الرساله خويا؟ الرساله هي القضيه بعدا نعاود ناكدها ديال 100% عيالات، يعني خاص يكون كلشي عيالات، جروب عيالات، كلشي عيالات، هادشي اللي كنعرف. الرساله اللي غنوجهها هي غير يرجعوا الناس فلوسها، هذا هو اللي كاين، هذا راه باين، راه بلا ما نبقاو نهضروا بزاف، هادشي راه باين واضح. تحيه المغرب نيوز. السلام عليكم اخويا، حنايا جينا لهاد الكالا حيت دائما كنحضروا في الكالات وحتى انا كنديرهم مهما الدوله سمحات باش الناس يخدموا على راسهم ويطلعوا الاقتصاد واحد شويه ديال البلاد، الا وحتى كان دخلنا كلنا وخلصنا كلنا القانون ديالنا ودخلنا الكالا صدقنا كلشي تحبس. علاش؟ الله اعلم، واش كاينه تدويره، واش كاينه الله اعلم، حنا ما عرفناش شنو كاين، حيت امبوسيبل بنادم الا دار الكالا الا ما عارفش راسو غادي يسير راسو راه ما عمرو غادي يقدر يدير بحال هكا. حنا اللي بقينا تما منشورين لا ماكله لا والو من 11 الصباح وحنا هنايا، زعما هذا الشيء ما يبغي الله لا عبدو. كاينين الناس دابا مساكن اللي عندهم مشاكل، عندهم وليدات كانوا يترزقوا من هذا الشيء، صدق حتى شي حاجه ما كاينه، هذا الشيء زعما حشومه وعيب وعار، راه بالعكس الا كانت ممنوعه راه خاصها تبقى ممنوعه.
باش بنادم ما يضيعش، حيت هذا السيد هذا اللي دار هذه القالة واخا مسكين 200 درهم، ولكن الناس كلها راه تقريبا لا بلوبار ديال الناس راه خدمات بلا فلوس بلا والو. حنا ما كليناش من 11 الصباح حنا حتى الان، الباشا جا منع الماكله منع كل شيء. علاش؟ الله اعلم. علاش؟ الله اعلم. هما كيقولوا له عطاهم الماكله، قال لك لا ما يعطيش الماكله. علاش ما يعطيش الماكله؟ الله اعلم. حنا ما درنا والو، حنا ما درنا والو، حيت هذا الشيء كيقول لك باللي اللي فوق منا بحال دابا الناس في بحال دابا في السلطه وداك الشيء ما كيعطيوش الحقوق للناس اللي مساكن ببساطه. حنا جايين غير نشطوا ونضحكوا، حنا ما باغين والو، حنا ما باغين والو. ومن 11 الصباح حنا هنايا، من 11 الصباح حنا هنايا ونخرجوا بلا غدا بلا والو. علاش الباشا قال لك لا ما يتعطاش الماكله؟ علاش؟ الله اعلم. وشكرا. شكرا عليك.